لمزيد من التفاصيل حول استعدادات الصحة لاستقبال عيد الأضحى ينضم إلينا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بك معنا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب والمصريين كلهم بألف خير. وفي الحقيقة الأعياد بتكون دايما ظرف استثنائي في إجراءاته وفي أولوياته وفي تحضيراته والاستعدادات لحضرتك. ومنذ قليل قرأنا في الخبر هناك غرفة عمليات خاصة بالعيد طبعا لوزارة الصحة، ما الدور المنوط بهذه الغرفة دكتور في هذه المناسبة؟ اهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد على الشعب المصري ويبقى يعدي على خير باذن الله. يعني خليني اقول لحضرتك في البدايه، غرفه ازمات بديوان عام وزاره الصحه انعقدت منذ صباح اليوم وهتستمر ان شاء الله لحين انتهاء ايام عيد الاضحى المبارك. الغرفه دي غرفه مركزيه معموله على ثلاث مستويات، المستوى الاول مستوى وزاري برئاسه معالي الوزير، المستوى الثاني مستوى القطاعات برئاسة رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة وبحضور رؤساء الإدارات المركزية، والمستوى الثالث برئاسة مدير العموم أو على مستوى مدير العموم، بمعنى أن دي غرفة مركزية في ديوان عام الوزارة بيقابلها في 27 غرفة في 27 مديرية في المحافظات. النهاردة غرفة الأزمات فيها قطاع الطب العلاجي، المستشفيات، ممثل فيها قطاع بنوك الدم، ممثل فيها قطاع الإسعاف، ممثل فيها قطاع الرعاية الحرجة والعجلة، كل قطاعات الوزارة ممثلة في الغرفة. طبعا في تواصل بين طوارئ وزارة الصحة 137 وبين يعني المستشفيات وهيئة الإسعاف علشان نقل المرضى. خليني أقول لحضرتك لو تحدثنا مثلا على الاستعدادات اللي تخص المستشفيات ومتابعتها من الغرفة، احنا عندنا المستشفيات بجانب رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والاطمئنان على توفير الادويه والمستلزمات لا واكياس الدم مختلف فصائلها، لا كمان في تم استحداث اسم جديد، مسمى جديد داخل وزاره الصحه اسمها مستشفيات الاحاله. دي مستشفى بتحددها وزاره الصحه سواء من القطاع العلاجي او هيئه المستشفيات التعليميه او امانه المراكز، بيكون فيها تجهيزات، اولا بيكون فيها تخصصات معينه، جراحه مخ والاعصاب، جراحه الاوعيه الدمويه، الجراحة العامة، بيكون فيها أيضا غرف عمليات ومجهزة وغرف رعاية مركزة بأجهزة التنفس الصناعي. دول في منهم 69 مستشفى على مستوى الجمهورية علشان لو حدث لا قدر الله أي حادث طارئ، يعني المصاب أو المريض يلقى علاجه في محافظته دون الحاجة للانتقال لمحافظة أخرى. الكلام ده بيتم عن طريق غرفة العمليات بتتابع الكلام ده. غرفة العمليات أيضا تتابع نقل المرضى لمستشفيات الإحالة، دي بتتابع أيضا أرصدة أكياس الدم على مستوى الجمهورية. احنا عندنا 27 بنك دم إقليمي بجانب بنك الدم الرئيسي في القاهرة. ال 27 بنك دم احنا النهاردة عندنا الرصيد فيهم بالظبط كده 11866 كيس دم على مستوى الجمهورية، يعني إن شاء الله برضو ما نحتاج لهم شيء. بالنسبة لسيارات الإسعاف برضو بيتم التحكم فيها من قبل غرفة العمليات، لأن هي احنا عندنا سيارات الإسعاف ال 2994 سيارة موزعين على الاماكن العامه والحدائق والمنتزهات والمساجد او اماكن الصلاه، ولكن في ايضا سيارات التدخل الطبي السريع دي بتكون موجوده، كل سياره فيها طبيب طوارئ، في ادويه وفي مستلزمات فيها، بحيث ان لو حصل اي حادث بيقدر يتم التدخل بشكل سريع. ان شاء الله باكر في مرور مفاجئ هيتم على مستشفيات الوزاره، ايا كانت المستشفيات دي في اي محافظات، ده بشكل مفاجئ. دي لجنه شكلها الدكتور احمد عماد وزير الصحه والسكان للمرور على المستشفيات للتاكد من تواجد الاطقم الطبيه وان المريض بيلقى رعايه بشكل لائق، وبيكون فيه طبعا يعني ثواب وعقاب بشكل واضح جدا. عظيم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على كل هذه التفاصيل. كل سنة وحضرتك طيب وبخير.